دونك من بين الوصفات اللي عجبتكم بزاف واللي خديناها شحال هذه عند ملكه من الدار البيضاء مستمعه وفيه حتى هي انا من مدينه الدار البيضاء. فغادي نعاود لكم الطاخت ديال التفاح دائما من لي طاخت اللي كنبغيو نحضروها خاصه بالتفاح لانه موجود. دونك هاد الطاخت هذه سهله بزاف وغنحتاجوا فيها غير جوج ديال البيضات، نص كاس ديال الزيت بعبر ديال العنبه، نص كاس ديال السنيده، وكيس ديال الخميره ديال الحلوه، وكاس العنبه ديال الفرص. دونك غنعاود المقادير: جوج بيضات، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السنيده، كيس ديال الخميره ديال الحلوه، وكاس العنبه ديال الفرص. كنخلطوا كل شيء في الخلاط الكهربائي. دونك في الاول كنديروا الخلاط الكهربائي، كنديروا فيه هاد المقادير وكنبقاو اننا نخلطوهم حتى كيمتزج الخليط مزيان وكيتقال شويه. من بعد فحنا كنفرغوا هاد الخليط في المول اللي كنكونوا دهنينه بالزبده ورشينو بشويه ديال الدقيق. بالنسبه للتفاح فحنا كناخذوه كنقطعوه كنقشروه اكيد وكنقطعوه لشرائح، من بعد كنرشوا عليه شويه ديال السنيده اللي كنكونوا مخلطينها مع الفاني باش كتعطي يعني المذاق ديال الفاني. دونك كنرشوها على التفاح وكنبداو نستفوه فوق من لاطاخ ديالنا حتى كنكملوا الدوره وكتغطى لينا كامله. من بعد فحنا كنعاودوا نرشوه بالسنيده من الفوق وكناخذوا الزبده اللي كتكون يعني في الحراره ديال المطبخ، كنبقاو نقطعوها طريفات صغيره وكنوزعوا هذوك الطريفات فوق من لاطاخ ديالنا. كندخلوا الطاخ ديالنا للفران كيف العاده كنطيبوها، وتما من بعد فحنا من بعد ما كنخرجوها من الفران كناخذوا واحد الطريقه ديال الزين اللي كنستعملوا فيها الفلون، كناخذوا كيس ديال الفلون العادي يعني بالنكهه اللي نتوما كتفضلوا، وكنحضروا الفلون عادي يعني بالطريقه العاديه اللي كنحضروا بها الفلون. من بعد وهو سخون كنكبوه من فوق لاطاخت اللي كنكونوا جبدناها ديجا من الفران، كنكبوه فوق منها هذاك الفلون اللي تيكون باقي سخون قبل ما يتجمد لينا، وكندخلوا لاطاخت ديالنا للثلاجة حتى كتبرد وكيتجمد لينا الفلون من فوق منها. فداك المزيج ما بين الفلون وما بين القطع ديال التفاح اللي كتبقى باينه كيعطي واحد المنظر جميل، والفلون كيعطي الطراوه لاطاخت ديالنا. دونك طاخت سهله ان وصبحات بالتفاح وبالفلون. دونك دائما وصفه يعني المقادير سهله حتى هي: جوج بيضات، نص كاس الزيت، نص كاس السنيده، كيس الخماره الحلوه، وكاس العنبه ديال الفورس. كنخلطوهم في الخلاط الكهربائي، كنحاولوا اننا نفرغوهم في المول اللي كنكونوا دهنينو ديجا بالزبده ورشينو بالدقيق. من بعد كنقطعوا التفاح ديالنا شرائح وكنحاولوا ان نرشوهم بشويه ديال السنيده والفاني. من بعد كنستفوا التفاح ديالنا فوق من لاطاخت وكنعاودوا نرشوا بشويه ديال السنيده، كنديروا طريفات ديال الزبده باش ما كتجيناش لاطاخت ناشفه. دونك طريفات الزبده كنحاولوا اننا نفرقوهم فوق من لاطاخت وكندخلوها للفران بعد ما كطيب الكيك ديالنا اولا لاطاخت ديالنا ديال التفاح. فاحنا كنجبدوها كنكونوا محضرين يعني الفلون العادي بالنكهه اللي نتوما كتفضلوا، كنحاولوا اننا نحضروه بالطريقه العاديه وكنكبوه مباشره هو سخون من فوق لاطاخ ديالنا، ومن بعد كندخلوها للثلاجه باش تبرد وعاد كنقدموها بالصحه والراحه. وكانت هذه يعني طاخت سهله من عند ملكه من الدار البيضاء، كنشكروها عليها وكنشكروا دائما مستمعاتنا اللي